النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. الأيام الخمسة المقبلة الفاصلة عن يوم الخميس المقبل 15 كانون الأول ستحتفل أو ستحفل بسلسلة من الاتصالات واللقاءات الداخلية في اتجاهين، منها ما سيظهر في الإعلام ومنها ما سيعلن لاحقا عنه، والعنوان في الحالين هو الحوار، والاتجاهان هما اتصالات ولقاءات بين البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وفريق أو أفريقاء، وتتعلق بتزخيم العمل لبلورة أجواء تخفض من منسوب التشنج ككل وتمهد لتحقيق انتخاب الرئيس 14 لجمهورية لبنان. حتى ولو استلزم الأمر أكثر من شهر بفعل حلول الأعياد المجيدة، اتصالات ولقاءات يطلع بها رئيس البرلمان نبيه بري نحو أفريقاء الكتل، وباكورتها ربما تكون في أن يلتئم لقاء تحت قبة البرلمان في قاعة غير قاعة الانتخاب، علما أن الاتصالات منبثقة من الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس في محاولة للتفاهم على خلق أجواء تسهل انتخاب رئيس الجمهورية. وفي حال لم ينجح فتح هذا المسار تبقى الجلسة البرلمانية الانتخابية 10 يوم الخميس المقبل والتي تسبق العيد تشبه سابقاتها. في الغضون أوساط مراقبة لفتت إلى أن مجمل اتصالات الأفرقاء داخل لبنان وحتى خارج لبنان في السعودية مثلا تتوخى خفض منسوب التشنجات المحلية والتحفيز من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ثم يكون الانتخاب مدخلا لحلول لأزمات أخرى. ولاحظت أن هذه الأجواء تعلو بكثير في منسوبها بعد محاولات التسخين لا سيما الإعلامي المعاكس لها في مسار الجهد الرامي إلى تريح الأجواء. في الغضون زيارة مهمة لقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى قطر. لكن لابد من الإشارة إلى خبر رياضي مفرح، المغرب يفوز على البرتغال بنتيجة 1-0 ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف النهائي في تاريخ كأس العالم. إذن في الرياض، الرئيس الصين خلال لقائه الرئيس ميقاتي أكد اهتمام بلاده بتطوير التعاون مع لبنان بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن الصين مستمرة بدعم لبنان. محادثات صينية لبنانية بين الرئيس الصيني تشي جين بينغ والرئيس نجيب ميقاتي على هامش القمة العربية الصينية التي استضافتها السعودية. الرئيس الصيني خلال لقائه الرئيس ميقاتي في مقر إقامته في الرياض أكد أن بلاده تقدر المساهمة الإيجابية للبنان في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين، وأعلن أن الصين مهتمة بتطوير التعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مستمرة في دعم لبنان بكل ما يحتاج إليه لا سيما في هذه الفترة في مجال الطاقة المتجددة. بدوره شكر رئيس ميقاتي الصين على مساهمتها الفعالة منذ سنوات في حماية الاستقرار في جنوب لبنان عبر مشاركتها الفعالة في قوات اليونيفيل، لافتا إلى أن لبنان يتطلع إلى المزيد من الاستثمارات الصينية في لبنان لا سيما في مجال البنى التحتية التي للصين خبرات واسعة فيها، وتمنى فتح الأسواق الصينية لمنتجات حرفية لبنانية، شاكرا الصين على هبة بتمويل بناء الكونسيرفاتوار الوطني. وكان قد حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقول نحاس، سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة، وسفيرة لبنان في الصين. الرئيس فؤاد السنيورة من معرض بيروت للكتاب أضاء على جانب من زيارة الرئيس ميقاتي للرياض. ظروف صعبة، ظروف صعبة جدا على كل اللبنانيين، ولكن هذا الإقبال بيخليه يطمئن الواحد أنه مع استمرار العمل والجهود لاستنهاض لبنان نحن قادرين انه نعمل هذا النهوض المطلوب. حقيقة طبيعي بهذه الظروف الصعبة بيفتقد الواحد القيادات اللي عندها هذا التصميم وعندها هذه الإرادة
من أجل إخراج لبنان من مأزقه. مش هيك إذا ما نحكي شوي عن القمة الصينية العربية اليوم عم بيشارك فيها الرئيس مئاتي بالرياض؟ بعتقد أنه هذه خطوة مهمة والتلبية لهذه الدعوة كانت مهمة من قبل الرئيس ميقاتي، وهي كمان بتحط لبنان مرة ثانية في المكان الذي يليق به بأنه يكون إلى جانب أشقاء العرب ويقوم بهذا الدور بأنه إظهار مشكلته التي جزء كبير منها هي أيضا من صنع لبناني، مش بس من صنع خارجي، وبالتالي يجب أن يعني يكون بنتيجة هذا الأمر جهد حقيقي من قبل اللبنانيين لإخراج مشكلتهم. بدأ قائد الجيش العماد جوزيف عون زيارة لدولة قطر تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للبحث في طرق استمرار دعم الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة. قائد الجيش شكر الشيخ محمد الذي كان في استقباله على المبادرات المتكررة لدولة قطر الشقيقة لمساعدة الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة. وقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم بن حمد عقيل النابت الذي التقاه أيضا بأداء الجيش في حفظ استقرار لبنان وصون سلمه الأهلي على الرغم التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية في لبنان. البحث تناول علاقات التعاون بين جيشي البلدين وطرق استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني. أقامت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية يوما ترفيهيا لأبناء الشهداء في القوى المسلحة وذلك في مجمع الفورم دو بيروت. في مناسبة الميلاد المجيد وقبيل حلول العام الجديد أقامت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية يوما ترفيهيا لأبناء الشهداء في القوى المسلحة وذلك في مجمع الفورم دو بيروت. اليوم الترفيهي استضاف أطفال شهداء الجيش اللبناني حيث أقيمت لهم نشاطات ترفيهية ثقافية ومسرحية تشارك وتفاعل معها أبناء شهداء الجيش. هذه التظاهرة الوطنية الاجتماعية والميلادية التي تقام في كل سنة تثبت أن للطفولة والشهادة والتضحية والوفاء عناوين مجلية وراسخة في لبنان الوطن الواحد، جامعا أبناء شهداء الجيش من كل الأطياف والمناطق اللبنانية من شماله إلى جنوبه وبقاعه تحت راية العلم اللبناني ولبنان الذي استشهد في سبيله العديد من عناصر قواه المسلحة حفاظا على الحرية والسيادة والاستقلال. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم غرد بالآتي: نحن حريصون كحزب الله على أمرين أساسيين، الأول أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، والثاني أن نبقى مواكبين لحاجات الناس ومتطلباتهم، كما يجب أن يمتلك الرئيس المقبل ثلاث مواصفات أساسية هي رعاية خطة لإنقاذ أو للإنقاذ الاقتصادي المالي والقدرة على التواصل والتعاون مع جميع أفريقيا الموجودين على الساحة وأن لا يكون استفزازيا. في معراب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق السفير ديفيد هيل العائد إلى لبنان بزيارة شخصية. اللقاء حصل في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد ومدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط الدكتور إيلي الياس. المجتمعون تناولوا الأوضاع محليا وإقليميا، وقد أطلع جعجع ضيفه على آخر التطورات على الساحة اللبنانية مؤكدا أن الفرصة اليوم سانحة لإنجاز تغيير جذري بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية سيادي يضع في صلب أولوياته خطة إصلاحية للنهوض بالبلاد ووضعها على مسار الإنقاذ.
رئيس كتلة لقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط رحب بدعوة الرئيس نبيه بري للحوار، خصوصا من أجل وقف النهج المدمر للبلد والالتقاء على شخصية إصلاحية يتم انتخابها رئيسا للجمهورية. كما جدد التأكيد على أن الحوار وحده قادر على فتح ثغرة في الجدار للخروج بالبلد من النفق المظلم، مذكرا في هذا السياق بالخطوات التي بادر إليها اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي في مجال الحوار، حيث في عز المعركة الانتخابية في أيار الماضي كانت رسالتنا اعتماد الحوار في مواجهة خطاب الإلغاء والتفرد، وقد أعطت الناس ثقتها لهذا الخيار ونحن مستمرون به. وكان النائب جنبلاط قد عرض مع وفود أهلية ومناطقية واستشفائية زارته في قصر المختارة قضايا اجتماعية وحياتية ملحة وبلدية واختيارية. وزير الإعلام زياد المكاري التقى وفد المركز اللبناني للعدالة برئاسة عائشة يقن. ضمن الوفد الدكتور محمد علم الدين شكر الوزير المكاري على توجيهاته الإعلامية في موضوع الهجرة وقوارب الموت، منوها بجهد الوزير مع الإعلام العام والخاص في شأن التوعية. الوزير المكاري من جهته لفت إلى وجوب البدء أولا ببناء دولة قوية وعادلة. يعني نحن دائما نعتبر انه سيكون له دور بارز بهذا المجال في الجانب الاعلامي، على امل انه بالمرحله القادمه سيعلن عن خطوات، سيعلن عن انشطه على المستوى التوعوي، لانه بالنهايه اذا ما حذرنا من هذه القضيه لعله تجار البشر بيتابعوا مسيرتهم الاجراميه بحق هالوطن. تخيلوا انه الماساه اللي عم تنعيش هون عم بتجرنا على الموت. أول شيء الحل بيكون أنه طبعا ببناء دولة قوية وعادلة تشيلنا من هالأزمة الاقتصادية يلي لبنان أول مرة بيعيشها. اثنين، ما في شك أنه النشاط اللي عم تعمله الجمعية هو يعول عليه، يعني من ناحية أول شيء التوعية للناس يلي هي عندها الرغبة القصرية أنه تروح وتترك بلدها تتغرق بالبحر، وايام بيصلوا على البلدان يلي هن بالنسبه لهم هولي بلدان بيقدروا يبنوا فيهم مستقبل، بس بيتفاجئوا كلهم سوا انه لا، ما كمان هيدي بلدان عندها مشاكل، بلدان ما بترضى انه يجي لعندها نازحين. التوعيه بهالمجال هو اساس. واثنين كمان يعني المعالجة النفسية لكل يلي تعرضوا لهالمأساة، لأنه أنه حدا يشوف أولاده غرقوا أو أنه حدا يشوف أهله غرقوا، كل هيدا الموضوع يعني نحن أول شيء بشجع وبتمن هيدا الشغل. وبالعودة إلى لقاءات الرئيس نجيب ميقاتي في الرياض، وفي خبر أولي أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء في قصر عرقة بالرياض، ويعقد معه لقاء ثنائيا. عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمي مؤتمرا صحفيا في مركز جرف الثلوج في فريا، وذلك في إطار جولة على مراكز جرف الثلوج بغية متابعة أوضاع المراكز عن كثب ومدى الجاهزية لبدء الأعمال ولتدارك أي خطورة ممكنة جراء عدم توفير الإمكانات والمستلزمات الضرورية للمراكز. كما جرى اطلاع المعنيين على التدابير الاستثنائية العاجلة التي اتخذها الوزير حمي في هذا الشأن. حشد من المهتمين ومن أصحاب مراكز الثلوج والبلديات رافق وزير الأشغال. ما تعيشه الدولة اللبنانية من أزمة مالية هي نتيجة سياسات مالية متعاقبة عمر عشرات السنوات لم نكن ذنبا فيها، لا نحن ولا أنت ولا كل الحاضرين. بالتالي وصلنا لمحل نحن موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل موازنة جدا شحيحة، مع العلم وزارة الأشغال العامة والنقل هي من الوزارات الآن الأكثر إيرادا للدولة اللبنانية بالفرش دولار، ولكننا خاضعين لقانون الموازنة يقدم النواة وبالتالي على لبنان. وهذا الشيء بيمنع كل الشركات أصبحت الآن ما بدأ تشتغل مع الدولة اللبنانية وتوقع عقود مع الدولة اللبنانية. عملنا دراسة نحن حول موضوع
جف السلوك. نحن بحاجة إلى ملح، والملح يتم استيراده، بحاجة إلى استئجار آليات، بحاجة إلى مزود. مزود كان ب 8000 ليرة قبل، اليوم 850000 ليرة تنفذ المزود. صيانة الآليات كانت تتراوح تكلفتها على الوزارة بين 300000 دولار فريش و 400000 دولار فريش ما قبل العام 2018. من سنتين ثلاثة الآليات ما انعملوا الصيانة، بالتالي نحن صغرنا بواقع من شهر ونص أن الآليات وزارة الأشغال العامة والنقل اللي هي تقريبا 120 آلية موزعين على 19 مركز عاطين عليهم. بالتالي هذا الموضوع جدا أساسي، عم نقص نفسي الآلية أمام هذا الواقع. نحن فقط عندنا 300 مليون ليرة لبنانية 7000 دولار فقط لصيانة الآليات. أكد وزير البيئة ناصر ياسين لتلفزيون لبنان خلال توزيع مساعدات غذائية من قبل منظمة الأغذية العالمية أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تساعد اللبنانيين، إلا أن الأهم هو النهوض من الأزمة والوصول إلى خطة تعافي صحيحة بشكل مستدام، مع الإشارة إلى أن حوالي 80000 عائلة لبنانية يستفيدون من هذه المساعدات. نحن عم نتعاون مع منظمة الأغذية العالمية لأنه هذه المنظمة كمان عندها شغل بتعلق بالأمور البيئية. عبر البرامج اللي هن بيجيبوا لها تمويل قدرنا نستفيد من كاش فور ورك لنزرع غاباتنا ونحمي المحميات ونزيد من المساحات المزروعة. اشتغلنا نحن وياهم خلال فترة الزرع هلا مؤخرا، وكمان جزء من عملهم أنه عم يأمنوا مساعدات لل 300000 شخص لبناني. 80000 عائلة لبنانية عم تاخذ مساعدات غذائية، حصص غذائية بشكل دائم. واليوم جيت حبيت تشوف كيف هذا السيستم عم يكون بشكل كتير محترم، بشكل كتير لائق. عم تجي الناس تاخذ هذه الحصص الغذائية ضمن برنامج منظم بالتعاون مع جمعية شيلز اللي هي عم بتديره على الأرض، وهذا لازم نحن أكيد يعني نشوفه وتأكد منه، وهذا شيء جيد. ولكن الأهم نطلع من أزمتنا وما نقعد نعتمد على المساعدات الإنسانية لحد ما نوصل لخطة تعافي حقيقية مضبوطة. نتعاون كحكومة كمجلس نواب على تحقيق خطة التعافي بشكل دائم ومستدام. هذه المبادرات عم بتساعد الناس بالحد الأدنى تضل واقفة على إجريها. تكتل بعلبك الهرمل أنيبي انعقد اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك برئاسة النائب حسين الحاج حسن، بحث في التدخلات الأمريكية في الحياة السياسية اللبنانية في موضوع رئاسة الجمهورية وموضوع العمل الحكومي ووجوب التصدي لهذه التدخلات. بعد الاجتماع تلا النائب إيهاب حمادي البيان ومطالبا أصحاب الشأن في الدولة وحكومة تصريف الأعمال بوجوب إبقاء مشاريع المحافظتين في قائمة الأولويات لناحية الإنماء المتوازن، كما دعا الجميع إلى تلبية دعوة الرئيس بري الحوارية من أجل التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية. ويدعو التكتل جميع القوى السياسية إلى الاستجابة لدعوة دولة الرئيس نبيه بري الحوارية، وإلى عدم الاستجابة إلى أي إملاءات أمريكية أو سواها. ثانيا، أمام الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تتهدد اللبنانيين جميعا، يدعو تكتل بعلبك الهرمل النيابي حكومة تصريف الأعمال إلى التفاعل الإيجابي بين مكوناتها والسعي الدؤوب إلى معالجة قضايا اللبنانيين المشتركة في الأمن الغذائي والصحي والبيئي والاجتماعي والتربوي وفي المياه والكهرباء والمحروقات وفرص العمل وتنشيط الاقتصاد. في السياسة والاقتصاد، تؤكد الاخصائية الدكتورة ليا المنصور أهمية الاتفاق السياسي الحكومي على خطة لإقامة صندوق يؤمن للمودعين حقوقهم ويكون الجزء الأكبر من المسؤولية على الدولة، وأشارت أيضا إلى أن المقارنة بين لبنان واليونان لا تجوز لأن معظم الودائع في اليونان كانت بالعملة اليونانية وليس بالعملات الأجنبية. الذي أثاره ما أعلنه نائب رئيس الحكومة الدكتور سعاد الشامي عن شطب 60 مليار دولار من ديون مصرف لبنان بحسب خطة التعافي، حفيظة المودعين معتبرين أن شطب الديون سيسفر عن شطب الودائع. وإذا كانت خطة التعافي مبنية على مبدأ شطب ديون مصرف لبنان البالغة
73 مليار دولار أمريكي، ويعني عمليا شطب ودائع المصارف، الأمر الذي يسفر عن شطب ودائع الناس. فالتلاعب اللفظي والسياسي لا ينفع هنا، خصوصا أن الحكومة تستسهل شطب الديون تاركة وراءها تساؤلات حول الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الشطب، وكذلك انعكاسات هذه العملية على استعادة الثقة بالسياسة والاقتصاد والقطاع المصرفي. أنا إذا عندي وديعة كتير كبيرة، إذا الصبح مثلا اليوم الصبح حولت وديعة أنا وغيري على 40,000، وبعد الظهر بدي حول باقي الودائع، ما حيكون هالأربعين ألف صارت 42 و43، يعني حيحولوا لي بعد الظهر على 43، وبكرة حيتحول على 45، وبعد بكرة على 50,000. سو ما فينا نحن نفكر حتى بليلة الودائع بسعر السوق. أول شغلة هيدا حيعمل بيج بانج ديفاليويشن، يعني كارثة الكوارث بخل الأموال والتدهور العملي أكتر وأكتر وتضخم كارثي. ولو افترضنا انه مش رح نطبع اموال، هي حتكون يمكن نوع من الوعود بعد وقت لنعطيهم، كمان رح تخلق هيدا اقل يعني ديفاليوشن، بس حيضل في عنا ديفاليوشن يعني انهيار العمله. فبالتالي انا بدي اقوله، هل فعلا اللي بيقصد عنه استاذ سعاده بانه حنسفر الودائع؟ انا ما في احكي عن لساني ولا اقول ايه او لا، بس انا اللي بقدر اقوله انه من الصعب جدا جدا الودائع ترجع على القليلة. هلأ أي أمل أو احتمال حتى ترجع الودائع، بدنا نعرف أنه بدها تكون ضمن خطة كاملة شاملة، خطة اقتصادية بتبلش بسعر الصرف. أما حلول مصرفية بعيدة عن الإصلاحات، بعيدة عن خطة سعر الصرف، بعيدة عن كل شيء، هذا غير واقعي، هذا ساينس فيكسيون بكل بساطة. بحسب التشخيص، الديون التي يراد شطبها هي في الأصل أموال المودعين، وهنا تكمن المشكلة. لا حل للمودعين سوى من خلال مساهمة الدولة في دعم صندوق مهمته جمع الأموال لضمان حقوق المودعين. النائب بلال الحشيمي دعا إلى اتفاق المسيحيين فيما بينهم أولا، وصولا إلى التوافق مع جميع الأفرقاء لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، ورأى أن الموقف الصادر عن البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي مثير للاستغراب والتعجب، وعن القول إن ما حصل من عقد لجلسة مجلس الوزراء ما كان يجب يحصل، خصوصا أن عدة أطراف كانت غائبة عن الجلسة. سأل الحشيمي أين كانت بكركي حينما جرى استجلاب حسان دياب ليكون رئيسا للحكومة، على الرغم أنه لم يحظى بغطاء سني في خطوة جرى فيها سحق الميثاقية من قبل رئاسة الجمهورية. وأضاف إن مجيء دياب فتح باب الانهيار على مصراعيه، ناهشا ما تبقى من رمق الاقتصاد اللبناني. إن تعطيل البلاد وترك اللبنانيين يرزحون تحت المعاناة والفقر الذي ينهشهم يتحمله فريق سياسي دؤب على استخدام الصلاحيات في المكان والزمان الخطأ، وصم آذان المواطنين في هرطقاته السياسية وعصبيته الفئوية واستخدام الجدل البيزنطي، وجعل الميثاقية شجرة تين وفزاعة لتنفيذ المآرب وتعطيل الأحوال، بحسب تعبير النائب الحشيمي. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن أوساط إسرائيلية في تل أبيب أنها هددت الحكومة اللبنانية بقصف مطار بيروت إذا حصل استخدامه لعمليات تهريب أسلحة إيرانية مثل ما فعلت سوريا. الأوساط ذهبت إلى حد القول أن تل أبيب تتحرى عن احتمالات وجود محاولة من هذا القبيل بحسب زعمها. غرد مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران على تويتر بالآتي: يدرك الصهاينة قبل سواهم أن للمقاومة طرقها في نقل الصواريخ، والمطار ليس واحدا منها. إن المقصود من الحملة الإسرائيلية الممنهجة قطع آخر شرايين الوصل بين لبنان المقيم والمغترب، خصوصا مع اقتراب عطلة الأعياد وما سيشهده المطار من زحمة مسافرين يحملون معهم ملايين الدولارات لذويهم. فاصل ونعود. أحييكم مجددا ونتابع قراءة النشرة. أريد الطلاق عنوان كتاب اجتماعي واقعي بامتياز بقلم وقلم الزميلة والأستاذة الجامعية الدكتورة سونيا الأشقر علم. خارج حدود التابو وفي واقع المرأة اجتماعيا وقرارا ودورا،
أريد الطلاق كتاب نسجته الدكتورة سونيا الأشقر علم بانسياب عقلي وقلبي وروحي وإنما بواقعية، وتم توقيعه في معرض بيروت للكتاب العربي والدولي. هذه الرواية بلوتو هي رواية اجتماعية بتحكي عن معاناة المرأة بشكل عام. نحن بنعرف أن المرأة هي نص المجتمع، وهي اللي تلد وهي اللي بتربي، يعني هي تبني النصف الآخر من المجتمع. يعني اليوم نحن كل همنا أنه نعزز دور المرأة بكل الاتجاهات، ما يكون أنه المرأة أنه نحن مع ربة المنزل بس أمام تان، يعني تكون عندها اطلاع بالمجتمع بطريقة محببة إن كان من زوجها وإن كان من المجتمع. واليوم أنا قصدي بعنوان أريد الطلاق، قصدي أنه تحرر المرأة، مش أنه يعني أريد الطلاق نحن محررين أنه لا. حيكون عندك الإقبال بس للنساء مش من الرجال، مش بالضروري. الدكتور ربيع كسروان المدير العام لدار المعارف تحدث. فنحن كثير سعداء أنه هذا المعرض رجع، ونتمنى طبعا يعني ترجع كل المناسبات اللي كان تصير بلبنان، وطبعا هيدا شيء انجاز كبير للحياه الثقافيه بلبنان. طبعا في عنا اعتبارات كثير اللي هي الازمه المعيشيه اللي اثرت على القارئ وعلى قدرته انه يقتني الكتب مثل ما كان يقتنيها بالسابق. الدكتور ميشيل كعدي كان له راي. دكتوره سونيا الاشقر هي اديبه كلمتها تمتاز بكثير من الدقه، تمتاز بكثير من اللباقة والبلاغة والبيان وعلم البيان. يعني سونيا الأشقر في عندها كتير معطيات أدبية، وفي عندها كتير معطيات مش بس أدبية، معطيات أخلاقية لبنانية. رئيسة جامعة اللاعنف لحقوق الإنسان الدكتورة إلهام كلاب أضاءت على الموضوع. روايات سونيا الأشقر هي تشبه شخصيتها وتشبه حياتها، هي مبادرة، هي جريئة، هي بس يعني بتتعامل بعفوية مع العالم ومع أحداثه. كل رواياتها سواء بالمحتوى بيعبروا عن واقع لبناني أليم أو مفرح ولكنه جريء. سارة علم تحدثت في المناسبة التوقيع. يعني هو عنوان بصراحة هلأ كتير، يعني مين ما عم بيسمعه عم بيقول أنه عنوان هيك يعني بدغري بالواحد بيفكر فيه أنه ورود الطلاق، قد ما يعني المجتمع بهالأيام كله بتحسيه عم بيحكي عن الطلاق، عم بيحكي عن مشاكل اجتماعية اللي عم بتصير بالبيوت بين العيال النسوان. فعنوان الصراحة أنا كامرأة بيهمني أكيد كتير أقرأ الكتاب من وراء عنوانه. الدكتور غالب غانم وقع كتابه أيام الصفاء والضوضاء، والكاتب السياسي حسن الدر وقع روايته تحت عنوان الموت الجميل، والوزير بيرام يرى في هذا الحدث الثقافي في بيروت ملتقى للتنوع الديني والثقافي والحضارة والمقاومة. عادت اللقاءات الثقافية والأدبية وتوقيع الكتب والروايات الاجتماعية في معرض بيروت العربي الدولي لتعود الحياة إلى بيروت من جديد، والتي اشتاق لها اللبناني كمتنفس بعيدا عن يومياته الروتينية وكملتقى للمثقفين ولمحبي الكتاب والرواية. رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق القاضي غالب غانم وقع كتابه تحت عنوان أيام الصفاء والضوضاء كسيرة ذاتية بحضور العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فحضر العديد من السياسيين على تواقيع كتب عدة وجالوا في أروقة المعرض معبرين عن سعادتهم في هذا الحدث الثقافي والذي له دلالة إيجابية في هذه الظروف الصعبة. وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم تحدث عن هذا الملتقى الثقافي بفرح وإرادة واستمرارية لبيروت. متنفس مهم جدا، متنفس من أجواء السلبية الموجودة في البلد نحو الأمل، نحو الثقافة، نحو تطوير الذات. هروب صحيح، ليس هروب من المشكلة، ولكن لا، هو استغراق بعملية فكرية، بتطوير الذات، بتلاقح الثقافات. عم نشوف تنوع، عم نشوف تعدد، هذا أمر كتير حلو، هذا بيعزز الحوار، بيعزز المعرفة. بيروت التنوع، بيروت الجمال، بيروت الثقافة ستبقى، وبيروت المقاومة أيضا، وجزء من المقاومة أنه الإنسان يعزز وجوده، يعزز ثقافته، وبينفتح على الآخر من باب الندية ومن باب الحوار ومن باب البحث عن الحقيقة على القاعدة الإنجيلية اللي قالها السيد المسيح:
اعرفوا الحق والحق يحرركم. وفي جهة مقابلة وقع الإعلامي والكاتب السياسي حسن الدر روايته تحت عنوان الموت الجميل بدعوة من دار البيان العربي بحضور العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية. هو هالانزياح بالعنوان علامة جذب وتشويق، وهو في شيء منه، يعني كل واحد كيف يشوف الموت. يمكن في نقد لبعض الفهم الخاطئ للموت، مثل الانتحاريين اللي بيقتلوا أبرياء مثلا، هني لو ما شافوا الموت جميل ما كانوا أقدموا على هيك فكرة. في توضيح ورفع لكثير من الالتباسات اجتماعية ودينية وسياسية. إضاءة أو إضاءة شجرة ميلادية صديقة للبيئة في بنشعي زغرطة وسط احتفال شعبي عارم قبيل مساء اليوم، وقد نقله تلفزيون لبنان على الهواء مباشرة. هكذا أضيئت شجرة ميلادية عملاقة صديقة للبيئة في بنشعي برعاية ريما قرقفي فرنجي وحضور وزير السياحة وليد نصار ووزير الإعلام زياد مكاري والنائب طوني فرنجي وفاعليات. قبل الإضاءة تحدث وزير الإعلام ووزير السياحة. من دفاف بحيرة بنشعي، خبرنا عن وجودك ليلي ورأيك بشجرة صديقة للبيئة. يعني أول شيء أنا بعتقد يلي أهم من هيدا العيد هو الفكرة أنه نعمل شجرة صديقة للبيئة، ونعرف أنه فيها 109,000 قنينة بلاستيك خضراء، هيدي بعتقد سابقة ولازم تتعمم. اثنين، أنه كتير مبسوط أنه فرحة الناس هوني ببنشعي يلي جامعة ناس من جميع المناطق اللبنانية وجميع الطوائف والمذاهب والانتماءات. أنا بشوف أنه الفرحة بتترجم عن جد الناس الجايين من كل أنحاء البلد أن ينبسطوا سوا. معاليك كمان يعني عم نشوفك دائما عم بتشارك بكثير من الاحتفالات الميلادية دائما لقلهم، برأيك قد ايه مهم الإعلام بهذا الموضوع أنه يدعم نشاطات ميلادية وسياحية؟ أنا بضل أقول أنه الإعلان لازم يظهر الصورة الإيجابية للبنان، خاصة بهذه الظروف يلي في كثير ناس ما بيقدروا يعيدوا، في ناس ما بيقدروا يشتروا هدايا لأولادهم، وفي ناس ما بيقدروا حتى يكونوا مع أولادهم بالحقيقة، مع لأنه في كتير ناس هاجروا. يعني بنتمنى أنه 2023 تكون مختلفة عن 2022، وبدي حيي كل الإعلاميات والإعلاميين يلي عم بيظهروا الصورة الحلوة للبلد. نحن استكمالا للخطة السياحية اللي عم نعملها وجولتنا بكل لبنان، اليوم هيدي المنطقة هي عندها مقومات سياحية كتير مهمة، وهالشي بيبين يعني أول شيء السياحة البيئية كتير مهمة، السياحة الثقافية، السياحة الدينية، واليوم جايين نحن مع القيمين ومعي وزير الإعلام نضوي الشجرة مثل هيدي اللي صار شغلة اعتيادية عم تصير بكل المناطق. شو بتحب تقول للشباب بالشتوية يعيدوها؟ بقول لكل اللبنانيين شباب وصبايا ولكل الأعمار عيدوها هالشتوية، لبنان ناطركن مثل ما عدتوها بالصيفية تحت شعار حملة أهلا بهالطلة، يجوا لعنا على لبنان. لبنان مثل منه بدون كهرباء ومع كل مشاكله كتير حلو، ومنحبكن وناطرينكن. في بنشعي سار المواطنون والمشاركون بفعاليات للمناسبة. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.